لا يجوز للمسلم ولا للمسلمة مشاركة النصارى أو اليهود أو غيرهم من الكفرة في أعيادهم، يجب ترك ذلك، لأن من شبه بالكفر منهم، والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من مشابهتهم التخلق بأخلاقهم، فعلى المؤمن وعلى المؤمنة أن حذر من ذلك وألا يساعد في إقامة هذه الأعياد بأي شيء، لأنها أعياد مخالفة لشرع الله ويقيمها أعداء الله، فلا يجوز الاشتراك فيها ولا التعاون مع أهلها ولا مساعدتهم بأي شيء، لا بالشاي ولا بالقهوة ولا بأي شيء من الأمور كالأواني ونحوها. وأيضا يقول الله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. المشاركة مع الكفرة في أعيادهم نوع من التعاون على الإثم والعدوان، فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة ترك ذلك، ولا ينبغي للآخر أن يغتر بالناس في أعيادهم.